أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في هذا العدد الجديد من برنامج الفاليزة على قناتكم الشروق نيوز، برنامج سنستضيف فيه شخصية رياضية جزائرية صنعت الحدث في الملاكمة. الفن النبيل، هو نبيل بأخلاقه، شعاره الضربات القاضية الكاو في المنازلات، رفع الراية الجزائرية عاليا في العديد من المناسبات وفي فترة صعبة جدا، نترككم لتكتشفوا. أهلا بكم متابعينا الأعزاء من جديد في برنامج الفاليزة مع البطل محمد بن قاسمية. لسنا هنا لمواجهته لأن الهزيمة مضمونة والضربة القاضية لا مفر منها. محمد بن قاسمية، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم أنتم، مرحبا بكم في قاعة الملاكمة، ولكن ماشي باش نلاكموها. لحسن الحظ. محمد بن قاسمية، تفضل لنكتشف ماذا يوجد في غرفة الأسرار. دي غوند بوكس هذه ما نقدرش نساها باسكو مدة كانت طويلة معاها، حوالي 28 سنة كاريرة، من 84 حتى 97 عالم الهوات، من 97 عالم الاحتراف حتى 2012، ما كانش كبير ننسى هذه حياتي. نعم، هذا حزام والله العظيم ما نشرف، انا ضد كاراتيه مي نعم. ما درتش بزاف. الرياضة التي بدأ ممارستها محمد بن قاسمية قبل الملاكمة. صح، أنا البداية نتاعي كانت رياضة الكاراتيه. كانوا خوتي كبار عليا، كنت صغير جافي 9 أون، وخويا الكبير، كانوا زوج خوتي، كبير عبد القادر واللي تحته عز الدين، هذو كانوا يمارسوا رياضة الكاراتيه. عز الدين ولا مدرب، دخلني مع القاعة وين نقول لك صراحة كره على حياتي، ما أحبش الرياضة يعني، دخلتها غصبا عني كما يقولوا، هو اللي دخلني دراع ورغم علي الرياضة هذه وأنا ما كنتش حابها، وكان يضربني بزاف، كان يشوف بريسلي بزاف حاب يرجعني بريسلي، قلت له لا لا لا، كان عندي مشكلة تاع لي كرونتيكار ما كانش كاع، هو كان يعذبني ويضربني بزاف، قلت له اسمح لي خويا أنا، وقال لي بالسيف دير الكاراتيه. وين بعد باش قنعته بابا موراه قال له خليه، بابا موش رياضي بصح يفهم، قال له خليه يدير واش يحب، راك تسيف عليه الرياضه هذه و جو بونس با ينجح. ما عاد خيرت الملاكمه والحمد لله، الرياضه هذه حبيتها من صغري، وانا كنت ندير الكاراتيه ونحب الرياضه هذه. الورقه هادي أول سيارة تاعي هذه سوبر 5، سوبر 5 ألبين، هذه أول سيارة اللي كسبتها، و جو بونس كل واحد يعني اللي كسب سيارة ما يقدرش ينسى السيارة الأولى اللي ساقها. في أي سنة؟ في 94 جافي 24 أون، شيت السيارة هذه من عند المرحوم سلطان الله يرحمه برحمته الواسعة، تفكرناه هو اللي شراها ما طولش بها وقال لي نبيعها لك، قلت له نشريها أول سيارة اللي كم كان سعرها أنذاك؟ ها؟ كم كان سعر السيارة؟ والله 30 مليون في 94، 30 مليون يعني حاجة ماشي كبيرة، مي حبيت نتعلم، ما كانش عندي برمية، الله يرحمه برحمته. هذا الكرونو هذا المشوار تاعي كي قلعت به، فهمت، هذا ما كانش كيف نتساوى باسكو كل يوم مع المدرب نتاعنا الكرونو ما كانش كيف نتساوى. ويمثل ايضا مواجهه خدتها في الولايات المتحده الامريكيه كنت خاسرا فيها. وي 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 صح صح صح، هذه كنت
كنت حنخسر الكومبا هذيك. وين بوكسيت مع كان واحد الملاكم عيطوا له اونيل بيل، كان غرون شامبيون، وكنا في الكون دونترينمون سمعت باللي بوكسا مع لو كوزان تاع هوليفيد كان معنا في كان يحضر معايا. كي حبيت نسقسي عليه نقاط القوه نتاعو ولا نقاط الضعف نتاعو ما حبش يعطيني والو. قلت له بصح خسرت معاه كيفاش؟ ما حب يقول لي والو، قال لي انا ما كنتش منيح وخلاص هو قوي. يعني تلاقينا سان بوكسر انا نقول لك عجب، ما لقيتش روحي معاه. وقلت لكم هذيك حنخسرها. وهو كان منيح مع كوزين، ما كان سهل، ما كنتش نتوقع باللي كان قوي هكذاك. خذيت نكوم معاه وطحت خلاص. قولوا رحت كنت في غيبوبه وين فطنت لونترينو خزر فيه نقى مغطي راسه يعني كو، وهو نشفى طلع فوق الخزر فيه طلع فوق الشعب قال لهم خلاص كومبا. من بعد الاربي تحسب لي لقاني عاود وليت نشفى كانت ما بقاش بزاف خلاص يخلص الرون. البوكس خزر فيه قال له عاود باش نبوكسي، وقال له ماي جاد خلع كيف عاود وليت هذيك تم ونعاود رجعت انا. من بعد رميت وانا كو، فهمت انا كنت رايح كو ربحت كو. هذه هي هذا هو هذه ما بريز انا كل يوم نشعلوا الضوء نقصوا الضوء نطفيه نستعملها لإشعال الضوء يوميا ونستعملها ايضا لاطفائه. هل شعر محمد بن القاسميه انه همش في الجزائر؟ رموني جابوني من ترك تبليسيت، ما داروليش عمليه تما باسكو سقامه الدراهم ما داروهاليش، خلوني يومين باش خدت الجزائر يدي ولات هكا. داوني الدويره رموني في السبيطار مع ولا واحد شافني ابار صحابيه. والله العظيم يعني المده هذه اللي عملناها والشعب الجزائري كاع يعرفني، اللي تلاقى بيا يقول لي وين راك؟ ولازم انت نسحقوك نسحقوك الفريق الوطني نسحقوك اللي ما عندكش قاعه باش تعطي الوسمو. الحمد لله حاليا راني في المجمع البترولي، عندنا احسن فريق في الجزائر الحمد لله، راني رئيس فرع الملاكمه ولكن نقدروا نعطيه اكثر ان شاء الله. هذه والله مش عارف واش هذه الحله هذه. هذه الكاميرا التصوير الكاميرا، ويأتيك إلى ذهنك أيضا السينما. هل كنت قريبا أو أتتك فكرة دخول عالم السينما؟ وهي خطرة عرضوا علي فيلم وعطوني سيناريو ما قلت لهم أنا كي الحوتة تخرجوني من بحر الموت، ما تعطونيش دور خاطيني. ما هو هذا الدور؟ دور أفوكا ندافع على المرأة جاي من الله هاي. قلت لهم ما نجمش، عييت باش شفت روحي ما نقدرش نتقلص الدور هذا. ما هو الدور الذي كنت قادرا على تقمصه؟ رياضة نشعف ملاكم. ملاكم فهمت، قلت لهم ديروا لي فيلم تاع بوكس نحكيو على حياتي نشعف نحكي لكم وديروا لنا اش عارف انا روبورتاج فيلم على حياتي. هذه هي حبات تشينا كي يقولوا تشينا بوفاري مدينة البرتغال. نعم انا عش في الجناين فهمت، نجري في الجناين ندخل الجناين نحب تشينا بزاف. هذه كنت ناكل بثلاثة بربعة كيلو في النهار ما نشبعهاش. هذه القصة حدثت في فترة
صعبة مرت بها الجزائر؟ الله العظيم، عدت في إحدى المرات من التدريبات وصلت إلى البيت ووجدت شخصا أمامك. فكرت فهمت. هذه مرة، هذه في العشرية السوداء، نعود نرجعوها شعب السنة اللور، كنت في الخدمة الوطنية بينسوي، كنت رياضي وكنت محبوب من طرف يعني الحي نتاعي. واحد النهار ندخل للدار، جاء طفل صغير هكذا عيط لي، قال لي وحده وعيط لك برا. انا خرجت لقيته عند الباب، خلاص ما نقولك حاجه، تشوكيت خفت. خمس معايا ما يدو، خمس معايا. قال لي محمد تسمح لي، ما تعرفنيش بصح انا نبغيك، وقال لي ننصحك ما تجيش تدور لهنا. قال لي روح ما تجيش تدور لهنا. وانا في النهار هذاك ما بيتش في الدار، مشيت. يعني هذا كان مازال ما عرفتوش، مازال ما عرفتوش شكون. اسمع نصحني وخاف عليا، قال لي ما تجيش تدور لهنا. هذا هو الشيء ذكرني. هذه جو بونس صرات لي بليسور افون لي جوز اولمبيك. على هذه كنت ندير، هذه درت عمليتين وكنت نستعمل بزاف هذا. جابني ربي. العملية الجراحية قمت بها لدى طبيب خاص، قال لك بصريح العبارة ستعود للملاكمة لا تقلق. البروفيسور بني خالدي هذا ما نقدرش ننساه، هذا مسكين. وانا بالي كان قبيح من الاول، هذه خرجت لي العمل غرفة العمليات، شافني نبكي عيط عليا، قال لي شبيك تبكي؟ شغل خفته في الاول. بعد كي قلت له يعني ارتحت له، قلت له لي جوز اولمبيك راحوا لي واني نبكي عليهم تكسرت. وقلت له، قالوا لي خلاص البوكس. تعرف واش قال لي مسكين؟ قال لي بهذه الكلمه وما ننساهاش كاع، قال لي شوف راح ندير لك عمليه وتعاود وليت بوكسي. تسمى طلع لي المورال، قال لي تعاود وليت بوكسي وتكسر من اي جهه، هنا ما زلتش تكسر. طلع لي واحد معنويات فور وضحكت. كي ضحكت انا ضحك هو مسكين. هيا من بعد قال لي دار لي تشيكا وقال لي نبعثك اطلنطا، هيا باي باي. هذا يرمز للولايات المتحدة الأمريكية، ها؟ نيويورك، ها؟ إيه، وش نحكي لك على الأمريكان؟ منازلة خدتها في مدينة شيكاغو. وي، شيكاغو ما ننساهاش تاني، شيكاغو بوكسيت لا بريمير فيها، لا بريمير فوا فيها مع نيميرو أن، يعني في ليطا تاع شيكاغو، نيميرو أن. فس عليه في الجولة أولى بضربة قاضية، ومن بعد كي هوت من الحلبة هجم عليا واحد، ما على باليش عليها أنا، حب يضربني. قلت بالك كي ربحت هذا. من بعد باش عرفت المناجير، قال لي كي رحت الفيسيار، قال لي تعرف على هذاك بغى يضربك ويسبك منه، حبي بوكسيك هذاك النيميرو دو في شيكاغو، هذاك البوكسير اللي ربحته انت يربح هذا، يربح هذا يقدر يربحني، بانت له يقدر يربحني. ايام بعد باش تهدم قال له انا على شهر نرجعوا لشيكاغو. شغل ما دارهاش في راسه، هو هدر وحنا من بعد شهر رجعنا لشيكاغو، رجعنا لشيكاغو باش نلاكموا هذا اللي شتمني. ايبا بوكسيتو رميتو كاو بريميرو ثاني كيما صاحبو. والله نهار جا لي غرفة الملابس قال لي واش عندك في يدك؟ قلب لي يدي، وانا كنت داير عملية، قال لك داير حاجة في يدك؟ قلت له ماني داير والو. قال لي واش عندك في يدك باش من الزغد نجيبه في الله. وقعت عقدا لأربع سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية مع المناجير الشهير بروموتور دونكينغ. وي بروموتور،
هذيك النهار اللي رحت لا بريمير فوا من بعد لي جو ميديتراني تاع باري قلت لهم خلاص لاماتوريزم باسكو كانوا لي زاربيت مورايا اشاك فوا يخسروني قلت لهم نروح جاتني بروبوزيسيون في الشامبيون دي مون تاع اللي جرينا في المجر مشينا ايه تما يجيني واحد قال لي انت ماكش اماتور باسكو اشاك فوا يشوفوني قالوا لي انت تاع بروفيسيونيل بوكسيت لا بريمير فوا في ميامي بريمير انت ربحت واحد باركاو من بعد كان جو زدنا ريحنا كان جو تما بوكسيت كونتر نوتر بوكسور تاني ربحته دوزيام روم باركاو وين ما فطنش فطن في الكوما تما وين جا دونكينغ خبطني في ظهري قال لي هيلو الجيريا شفا ويلكم هيلو الجيريا ويلكم مرحبا قال لي مرحبا بك مضيت عقد 4 سنوات لماذا عدت؟ والله العظيم واش نقول لك انا كنت داير حساب وتبالك مادام 13 وانا في نشرف في الجزائر هنا في الهوات رحت الولايات المتحده ما نكذبش عليك رحت باش ندير دراهم رحت باش نربح دراهم والمناجر هذا يهضر معايا قال لي تشوف قال لي بوكو دارجون ماذا بيا انا علاش راني بوكسي باش نربح دراهم اشاك فواي فهمت شفت روحي نتعب باطل بديت نبوكسي $1,000 خير من هنا ما كانوا يعطونا والو فهمت اشاك فواي يجيب لي لي بوكسر نربحهم ميم لي كانوا في الكون معايا في الكون تاع لونترينمون كنت نربحهم كي نسقسيهم شحال تربحوا دراهم يربحوا اكثر مني علاش هادو انا خير منهم شفت المناجر تاعي يصغر فيا فهمت وكنت ندير واحد دي كومبا واعرين بزاف وناخذ فيها الضرب ونحس كاين خطرات وين الوعى تاعي يروح لي نشوف روحي قلت انا واش ندير وقعدت عامين انا نهضر لك على عامين قصه كبيره قلت انا نقعد هنا ماساكريوني وكان دي بوكسر قبلي انا سمعت ماساكراهم ورموهم كان يشغل هبلو نهار خممت قلت ما نقعدش نهار وين قالوا لي خلاص تم زيش تروح للجزائر وقعد هنا وتعيش هنا معنا وقلت لهم صح نروح نزوج في الجزائر وقالوا لي جيب المدام تاعك واروح جيت هنا دات العرس قلت لهم ما والو ما نرجعش هذا ما احنا عايشين بيه ما وكان وسيله في احدى المرات لرفع الوزن تفكرتني فهمت هادو لي جو ميديتراني تاع باري باري ايه باري جينا من كوبا كان لي تحتي ان بو مويا وانا كنت ميلور بو مويا 75 كيلو وانا ميلور 81 كيلو انا ما كانش عندي اشكال في الوزن كنت ندير 80 كيلو سما اليز ميلور ولي ميلور نربحهم كاع باسكو ربحتهم في لي تورنوا وانا شفت في لابيزي تما شفتهم كاع نربحهم اللي كان تحتي بحاري كان عنده مشكل في الوزن تاع في 75 ما قدرش يحكمها لافي كان عنده 2 كيلو كان عنده مشكل ما قدرش يجي لي في الليل 12 تاع الليل طبطب لي بجاوي هو اللي كان حكمنا قال لي بوكسي لور خسرت فيه قلت له كيفاه بوكسي لور قال لي بحاري ما يقدرش يبوكسي مويا لازم يبوكسي ميلور سما كي فوت ال 75 كيلو راه ميلو والحيلة التي استعملتها؟ غدو من داك كنت ناقص على لازم نشرب الماء بزاف باش نديباسي ال 81 كيلو باش نكون لور شوف لي لور الله يبارك طوال عليا وانا شربت واحد زوج ثلاث ماء باش نديباسي ال 81 كيلو باش يسمحوا لي نبوكسي في اللور وهذاك ربحتهم كاع وخرجت من ذا دور محمد علي محمد علي الصورة شكون ما يحبش محمد علي كي يقولوا لا بوكس محمد علي محمد علي وتوفى رحمة الله عليه بصح البوكس ما زاد حية ما نقدروش نساو محمد علي وحنا كي حلينا عينينا كنا نسمعوا غير محمد علي ما شاء الله ربي يرحمه
حسني. حسني كنت نسمعو بزاف، 92 كنت في وران، كنت نتبع الاغاني نتاعو العاطفيه، كنت بزاف سمع لي سيدي تاعو دائما عندي حتى قبل المباريات. ما نسمعو مام كي رحت امريكا ديت معايا واحد 10 لي سيدي ونسمعو. لابافيت تفكرني كورونا. كورونا مود اوت حسيت روحي سافا با، قلت انا ما درتهاش في بالي بلي زعما كورونا، وقلت بالك باسكو انا شعل لاكليم بزاف، قلت بالك يضربني هو في صدري، حسيت روحي سافا با. من بعد نهار اللي رحت درت السكانر من اكتشفوا بلي عندي كورونا، وزدت اهلكت المره نتاعي، دخلنا في زوج سبيطار، جوزنا يعني يامات السبيطار، سفرينا والحمد لله خرجنا بسلامة. وصلني فكرتني بيما رحمة، الجنة تحت أقدام أمهات، محمد بن قاسمية كان مقربا جدا من الوالدة رحمها الله. إما الله يرحمها كانت كلش، يعني أمي كانت تلعب الدور أم والأب، يعني هي اللي ربتنا وأنا كنت مقرب بزاف لها. يما كانت كلش بالنسبة لي، يعني فضلها يعني بالدعوة تاعها اللي نجحنا، يعني الحمد لله بها انا بها نقول محسب لي. كانت تقول لي مسكينه ان شاء الله تلقاها خضراء قدامك وراك، نحبها بزاف، كانت تحبني بزاف، كنت انا الابن المفضل نتاعها رحمها الله. الله يرحمها ويوسع عليها. وكانت تنتظرك دائما قبل العوده من التدريبات. وي مسكينه، نهار اللي كنت ننطريني بعيد على بوفاريك 6 كيلومتر تروح بستوبة، كنت نتمنى هذا تكون عندي سيارة، عبالك الوقت هذا كان يعقب ميرفداكش، كان يرفداك يعني فهمت، وكانت كنت خطات نجي روطار، كان دائما نلقاها عند الباب، عند الباب واش نقول لك، الباب ماشي عند الدار، عندنا صول التراب كبير تسناني بعيد، وحدة تاع لي زوج تاع لي تسناني، ممكن تروح لبوكسي بعيد وقاعد هنا تسناني، دائما نلقاها هي، نلقاهم كاع راكدين غير هي ماشي رياضة. نبقى مع العائلة، الابن يمارس كرة القدم لكن تحول من كرة القدم إلى الملاكمة، وأنت كنت تعارض بشدة أن يدخل هذا العالم. صح ملي كان صغير وأنا نقول له بانو شاري له البانو وات بزاف، وفت في صرحت وقلت لهم أنا أولادي ما يديروش البوكس باسكو ما لقيتش الدعم في الملاكمة، ولحد الآن ما مشي يدعموا في الملاكمة، قلت وليدي أنا نبعدوا من باسكو واش شفت أنا ما نش حبوا يشوفوا وليدي. لعب 10 سنين بالون، كان يلعب مليح، واحد الوقت بدا يشكي لي، أنا دخلته الرياضة هذه غير باش يعني، قلت له وليدي كرة القدم والدراسة نتاعك إن شاء الله تنجح. وهو ما نكذبش عليك كنت نعلمه غير باش يولي دافع على روحه برك، ماشي باش يطلع الحلبة، جامي خممت ندير القاعة، وجامي ديتو القاعة، كنت نعلمه برا، نعلمه شوية ونخليه، ولا هو مسكين يجري مورا يقول لي وريلي، دائما يجيب لي ليغو يقول لي وريلي، حب الرياضة هذه. واحد النهار خمم قال لك ما نلعبش بالو، وخلعت أنا قلت له أوه 10 سنين حتروح هكذاك، قلت له واش دير يا وليدي؟ قال لي ديني الصالة. شكرا لك محمد بن قاسمية، ما رأيك
في المعلومات التي كانت داخل الفاليز؟ ثم تاني أعطيكم الصحة والله العظيم غير فاجأتني، مانيش عارف من جبت المعلومات هذه.